السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن شاء الله تعالى وبناء على الدعوة الكريمة من أخينا المهندس إسلام فؤاد هكون مع حضراتكم في السلسلة الرابعة من سلسلة سيفتي فيرست التعليمية وموضوعي مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى هيكون عن بعنوان مقدمة في أساسيات الحريق زي ما ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة ده عنوان موضوعنا مقدمة في أساسيات الحريق وحقيقة يعني العنوان مقصود باعتبار ان موضوع الفاير سيفتي من الموضوعات الكبيرة جدا جدا وعليه فأنا حتى يعني لا استطيع في محاضرة ولا اتنين ولا تلاتة ان انا اغطي أساسيات الحريق لذلك عنونت بيه مقدمه للاساسيات هذه مقدمه في اساسيات الحريق. اتمنى الصوت يكون واضح عند حضراتكم والامور تكون على ما يرام. لو حد ياكد لي في التعليقات. طبعا موضوع الحريق بيحكمه اكواد ومواصفات مختلفه. أنا أساسا هنا في المحاضرة دي مع حضراتكم هيكون وفقا لي في الأساس المواصفات الأمريكية ممثلة في الأوشا الأمريكية والان اف بي بالإضافة لبعض النقاط البسيطة جدا دعت لها الضرورة هتكون وفقا للمواصفات البريطانية بما يخدم الموضوع. طيب لما بنقول مقدمه في اساسيات الحريق فانا هبدأ من اول الموضوع من اول الموضوع. اول الموضوع هنقول ما هو الحريق؟ ما هو الحريق؟ الحريق او الفاير باختصار هو عمليه اكسده سريعه تفاعل كيميائي. هو عمليه اكسده سريعه ينتج عنها كناتج من عمليه الاكسده دي كناتج من الحريق هينتج ضوء وحراره احيانا بعض الغازات والابخره او عمليه او الحريق هو عمليه تفاعل كيميائي ما هي الاكسده تفاعل كيميائي اه يبقى ده مزيد تفصيلة هو. هو عمليه تفاعل كيميائي بين ايه وايه دايما احنا متعودين التفاعل الكيميائي بيكون ما بين بعض المتفاعلات علشان يطلع عندي نواتج فهو تفاعل كيميائي ما بين المواد القابلة للاشتعال اللي هي الوقود اللي هيشتعل اللي هيحترق هو تفاعل كيميائي بين المواد القابلة للاشتعال وايه؟ والاكسجين التفاعل الكيميائي ما بين المادة والاكسجين هي دي معنى كلمة اكسدة اللي كانت في اول التعريف هو عملية تفاعل التفاعل كيميائي بين المواد القابلة للاشتعال والاكسجين. أو ما يعرف بعناصر الاشتعال الأربعة الممثلة بهرم الحريق كما سيأتي إن شاء الله. يبقى الحريق اختصارًا هو أكسدة سريعة لمادة قبل للاشتعال، أكسدة سريعة للوقود. أو تفاعل كيميائي ما بين المادة والاكسجين. تفاعل كيميائي ما بين المادة والاكسجين. طيب ده باختصار تعريف الحريق او الفاير نظريه الاشتعال عشان يحصل اشتعال مبنيه على ايه؟ نظريه الاشتعال نظريه الاشتعال مبنيه على سلسله ده مفهومها سلسله من التفاعلات الكيميائيه ما بين ابخره المواد القابله للاشتعال اللي بيشتعل مش جوهر الماده نفسها اللي بيشتعل بخار الماده الماده لابد إنها تنتج أبخرتها فيبرز أبخرة المادة قبل الاشتعال تمام والأكسجين يبقى بخار المادة مع الأكسجين والتفاعل ده علشان يبدأ محتاج حرارة محتاج حرارة كبداية بنسب محددة لابد من حصول نسبة وتناسب ما بين كميات الوقود وكمية الأكسجين الكافية لأن ده تفاعل كيميائي محتاج إن معادلته تكون معادلة موزونة. يبقى تعتمد نظرية الاشتعال تعتمد على سلسلة من التفاعلات الكيميائية بين أبخرة المادة القابلة للإشتعال. وناخد مثلا مثال عندنا وإحنا ماشيين مثلا مادة الجازولين. الجازولين اللي هو بنزين السيارة. يبقى أنا محتاج بخار البنزين ده. بخار الجازولين. مش 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 الليكود نفسه، مش سائل البنزين نفسه. لابد تتكون أبخرة تتفاعل مع الأكسجين في وجود حرارة أو مصدر اشتعال طب ما هو البنزين موجود مكشوف قدامي والأكسجين موجود في الهواء الجوي ما حصلش للاشتعال محتاج حرارة البدء محتاج مصدر اشتعال ولابد ان الاكسجين مع البنزين ده يكون بنسب محدده هينتج عنها طب لما الاشتعال ده يحصل انا اديته حراره عشان يبدا بعد ما يحصل الاشتعال هينتج حراره كناتج يبقى الحراره دخل عندي كشرط في التفاعل في البدايه وطلع عندي كناتج ينتج عنه حراره ولهب وغازات مختلفه الغازات المختلفه اللي, بتصدق اللي هتنتج بتعتمد على طبيعه وتركيب الماده اللي احترقت لانها تبقى اكاسيد المواد اللي احترقت يطلع بقى كربون صافي بلاك يطلع أول اكسيد الكربون يطلع هيدروجين سينايد زي ما يطلع ثاني أكسيد الكبريت ثاني أكسيد النيتروجين على حسب تركيبة المادة هتوقف عندي نوعية الأبخرة اللي هتنتج يبقى احنا لحد الان عرفنا يعني ايه حريق اتكلمنا في مفهوم نظرية الاشتعال هتتم ازاي طيب عندي تعريف مهم بعد كده حضرتك قلت لي ان لابد من وجود درجه حراره معينه للبدء عشان التفاعل ده يبدا طب درجه الحراره اللي هتبدا التفاعل دي درجه الحراره ديت قد ايه عند كام يا ترى لازم يصل مثلا للغليان ولا دون الغليان يعني فين درجه الحراره دي قال حضرتك كل ماده من ديت لها درجة حرارة اسمها درجة التوهج أو درجة الوميض بالإنجليزي اسمها فلاش بوينت فلاش بوينت لازم المادة تدفى وتصل للدرجة دي ليه؟ علشان تقدر تنتج الأبخرة ما هو البخار اللي هيشتعل يبقى المادة محتاجة هم. تصل لدرجة الحرارة دي الوقود البنزين اللي عندي لابد يصل لدرجة حرارة معينة علشان يكون الابخره الحد الادنى اللي هيشتعل يبقى اقل درجه حراره تجعل الوقود ينتج ابخرته اسمها نقطه الوميض او درجه التوهج فلاش بوينت وهي عاده في كل احوال هي اقل من درجه الغليان اقل من درجه الغليان لان الغليان زي ما هنشوف هيجي معانا الغليان السائل كله تحول لبخار انا مش محتاج اوصل للدرجة دي انا الاشتعال عندي هيحصل تحت الدرجة دي انا محتاج جزء من الوقود يتحول لبخار محتاج جزء يتحول لبخار مش الكل فدايما هنلاقي ان الفلاش بوينت اقل نسبيا من البويلنج بوينت من درجة الغليان يبقى نقطة الوميض الفلاش بوينت او درجة التوهج ايهما المعنى واحد هي اقل درجه حراره تجعل الوقود ينتج ابخره قابله الإشتعال بيقول لحضرتك نقطه الوميض للبنزين مثلا الجازولين 21 تحت الصفر هي بتتفاوت في ارقام كثيره جدا للبنزين في ارقام كثيره جدا للبنزين هنلاقي ان عندنا واحد يعني بتتفاوت بناء على رتبه البنزين بناء على الرتبه بناء على رتبة البنزين ورقم الاكتان. طيب الثانية دي للديزل نقطة الوميض لو جيت للديزل السولار الديزل هلاقيها 52 هلاقيها 52 وبناء عليه انا لو عندي اناء في ديزل في درجة حرارة الغرفة 20 25 درجة مئوية مثلا و قربت منه عود كبريت عند كوب كوبايه فيها ديزل وقربته مش هيشتعل مش هيشتعل ليه لانه مش هيبدا يكون ابخرته الابخره القابله للاشتعال اللي عند 52 درجه يعني لازم يدفى بخلاف الجازولين او البنزين عند 21 تحت الصفر هو جاهز هو جاهز ومكون ابخرته ده حضرتك لو تركت الوعاء اللي فيه البنزين ده هتلاقيه بيخس ليه بيتبخر منه كميات من البنزين بخلاف الديزل تمام يبقى أقل درجة حرارة تجعل الوقود ينتج الأبخرة ده شرط مهم جدا لحدوث الاشتعال إن أنا أصل للفلاش بوينت لابد أصل للفلاش بوينت وبناء عليه المواد اللي الفلاش بوينت بتاعتها منخفضة أكثر خطورة لأنها في الظروف العادية جاهزة تشتعل أبخرتها متاحة بخلاف الماده اللي الفلاش بوينت بتاعتها اعلى درجه عاليه فبالتالي لازم اوصل لها يبقى في الظروف العاديه انا تحت الفلاش بوينت بنتبه للارقام دي بتفيدني في كده يا جماعه طيب يبقى نقطه الوميض عرفناها اقل درجه حراره تجعل الوقود ينتج ابخره قابله للاشتعال. المواد القابله للاشتعال المواد بيقسموا المواد لنوعين بناء على الفلاش بوينت. حاجه اسمها مواد فليمبول قابله للاشتعال تمام ودي الفلاش بوينت بتاعتها منخفضه شويه زي البنزين مثلا زي الاسيتون زي الكحول زي التنر المواد دي الفلاش بوينت بتاعتها لا تزيد عن 37.8 درجه مئويه تقريبا درجه حراره الانسان كده يعني جسم الانسان تمام الرقم طبعا جايب بالكسر لان الرقم بيتحول من درجه بالفهرنهايت يبقى المواد اللي الفلاش بوينت بتاعتها سبعة من عشرة وانت نازل وتحت دي اسمها مواد فليمابول زي البنزين زي الاسيتون زي الكحول زي الاسيتيلين طيب واللي ازيد من واللي اكتر من سبعة من عشرة قال لك دي اسمها مواد كومباستيبول مواد مش قابلة للاشتعال بقى قابلة للاحتراق قابليتها اقل شوية لموضوع الحريق والاشتعال قال لك دي يبقى الفلاش بوينت بتاعتها اعلى من 37.8 قال لك دي زي ايه؟ قال لك الكيروسين، الجهاز الابيض، الديزل، الزيوت المعدنيه. يبقى احنا عرفنا مفهومين دلوقتي. مش كل المواد دي اسمها فليمابول، ده بعضها يطلق عليه فليمابول قابل للاشتعال وبعضها يطلق عليه كومباستبل قابل للاحتراق. بقسمها بناء على ايه؟ بناء على الفلاش بوينت. ما دون ها؟ سبعة من عشرة وانت نازل ده فليمابول سبعة من عشرة ها فوق السبعة 37.8 من عشرة دي مواد كومباستيبول وبناء عليه يبقى من الناحية العلمية مش دقيق ولا صحيح ولا صواب ان انا اوصف الديزل ان فليمابول لا الديزل كومباستيبول البنزين فليمابول الكيروسين كومباستيبول الكحول فليمابول بناء على ايه بناء على الفلاش بوينت والريفرنس اللي عندي نقطة النقطة اللي هميز عليها اللي هي 37.8 من عشرة درجة مئوية وموضوع الفليمابول والكمباستبول لها ستاندرد كامل ستاندرد كامل في بي NFPA اللي هو بي NFPA 30 طيب نقطة الغليان احنا عرفنا الفلاش بوينت طب انا ممكن بتلخبط كده يا باشمهندس ما بين الفلاش بوينت نقطة الوميض والبويلنج بوينت احنا كلنا عارفين نقطة الغليان اللي هي درجة الحرارة اللي المادة بتتغير عندها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أو البخارية في كل أجزاء السائل وبيكون عندها ضغط بخار السائل في الداخل مساوي للضغط الخارجي المؤثر عليه بيبدأ يحصل شيء من الاتزان كده في الأول تمام فالسائل عمال يتحول كل اجزاء السائل بدات تتحول لايه بتتحول عندي الى غاز زي ما بنشوف الميه مثلا تمام عند درجه 100 في الضغط الجوي بتبدا تغلي عند درجه 100 مئوي فيبدا كل اجزاء السائل كل اجزاء الميه تتحول الى بخار ميه قال لحضرتك دي اسمها نقطة الغليان. لا لا أنا مش محتاج أوصل للنقطة دي عشان يحصل الحريق. أنا الحريق عندي معتمد على الفلاش بوينت. نقطة الوميض طب نقطة الغليان دي قال لك الجازولين اللي كنا بنقول ان الفلاش بوينت بتاعته 21 تحت الصفر بيغلي عند 35 مثلا بيغلي عند 35 درجة مئوي تمام و و الديزل بيغلي عند 150 بيغلي عند 150 في حين انه كان عند 52 درجه الفلاش بوينت بتاعته 52 لكن يغلي عند 150 عند درجة أعلى علشان كل الديزل السائل ده يتحول إلى بخار تمام يبقى كده مش عايزين نتلخبط بين نقطة الوميض الفلاش بوينت والبويلنج بوينت البويلنج بوينت دايما أعلى دايما أعلى إن البويلنج بوينت تعني تحول كل السائل إلى بخار أو غاز في حين إن الفلاش بوينت جزء معين اللي هو قادر على بدء الحريق انه يعمل ميكسنج او خلط مع الهواء ويكون عندي الخليط القابل للاشتعال او بنسميه احيانا الخليط الانفجاري. طيب. عندي حاجه اسمها نقطه الاشتعال الذاتي بنشوفها احيانا. الاوتو اجنيشن تمبريتشر او الاوتو اجنيشن بوينت. ايه الاوتو اجنيشن ده؟ احنا عرفنا الفلاش بوينت. اه. وبعد كده عرفنا البويلنج بوينت كل السائل هيتحول لبخار. طب وبعد كده؟ قال لك ممكن المادة في مادة تشتعل بدون مصدر اشتعال خارجي. يعني هي توصل تسخن وتوصل لدرجة معينة. درجة حرارة معينة، إما تكون عند درجة الحرارة دي تشتعل. اسمها نقطة الاشتعال الذاتي. أوتو إجنيشن بوينت. قال لك الجازولين انا كنت لسه بتكلم على درجه الغليان بتاعته 35 قال لك لا يشتعل ذاتيا عند 250 درجه والديزل يشتعل ذاتيا عند 285 درجه يبقى نفرق ما بين درجات الحراره ما بين النقاط دي وبعضها يا جماعه انا ذكرت لحد دلوقتي ثلاثه وممكن اضيف لحضراتكم واحده رابعه ننتبه كده وناخدهم من تحت لفوق اول حاجه عندي الفلاش بوينت الفلاش بوينت الفلاش بوينت درجة حرارة أقل درجة حرارة بدأ يتكون عندها بخار بالقدر الكافي إنه يختلط مع الهواء ويبدأ الاشتعال دي اسمها فلاش بوينت قال لك بعد الفلاش بوينت دي بخمس ست درجات كده في حاجة اسمها الفاير بوينت انتبهوا يا حضرات أنا ما ذكرتهاش بس أذكرها هنا في الشرح في حاجة اسمها الفاير بوينت نقطة الحريق ده مش هتبدأ الاشتعال يبدأ ويكمل يبقى سستينابل تاني البدايه هي الفلاش بوينت الوميض قدر كافي من البخار لبدء الاشتعال طب عشان الاشتعال ده يكمل يبقى سستينابل قال لك في حاجه اسمها الفاير بوينت تزيد اربع خمس ست درجات كده عن الفلاش بوينت يبقى عارفين اول حاجه الفلاش بوينت ممكن يعمل فلاش وما يكملش يبدا وما يكملش الفاير بوينت يبدا ويكمل قال لك بعد منها يجي البويلنج بوينت كل السائل اتحول لبخار او غاز دي نقطه الغليان قال لك أعلى شوية من نقطة الغليان في حاجة اسمها أوتو إجنيشن بوينت، نقطة الاشتعال الذاتي، ودي أعلى بكتير. يبقى أنا عندي أربع نقاط من تحت لفوق أهومت أتمنى يكونوا واضحين. رقم واحد فلاش بوينت يليها مباشرة يزيد عنها بدرجة بسيطة حاجة اسمها الفاير بوينت. يزيد عنها بعد كده يجي البويلنج بوينت الغليان. بعد الغليان يجي الأوتو إجنيشن أو الاشتعال الذاتي. أتمنى الأربع نقاط يكونوا واضحين ودايما بنشوفهم مع المواد القابله للاشتعال في السيفت داتا شيت في سيكشن 9 اللي هو الخواص الكيميائيه والفيزيائيه للماده بلاحظ الاربعه دول يجوا قدامي فبعض الناس بيتلخبط بينهم لا ببساطه زي ما قلت لحضراتكم طب الاشتعال انا معتمد على الفلاش بوينت لان ده كده بدء الاشتعال دي نقطه الخطوره بالنسبه لي هي الفلاش بوينت اما تشوف كلمه فاير بوينت معناها ان الحريق دخل في الاستمراريه Sustainability boiling بوينت ده غليان ده الغليان الماده تبدا تتحول كلها للبخار او الغاز اوتو ignition هتشتعل ذاتيا عند الرقم ده بدون مصدر اشتعال خارجي اتمنى الاربع نقاط مره تانية اتمنى تكون الاربع الاربعه بوينت دولي واضحين الفلاش بوينت الفاير بوينت البويلنج بوينت الاوتو اجنيشن بوينت اللي هي نقطه الوميض نقطه الحريق نقطه الغليان واخيرا نقطه الاشتعال الذاتي انتقل بعد كده طيب ده من ناحيه درجات الحراره يا باشمهندس ده من ناحيه درجات الحراره يبقى احنا فهمنا ان الماده علشان تشتعل لابد من وجود بخار الماده ومش باي ترك مش ب... لابد من وجود بخار الماده وبخار الماده ده عشان يتكون محتاج اوصل لدرجه حراره معينه اللي هي الفلاش بوينت خلاص ده الشرط الاولاني من ناحيه الحراره من حيث درجه الحراره قال لك في شرط تاني ايه الشرط التاني انا ممكن اوصل لدرجة الحرارة دي بس انا عايز اوصل لتركيز معين للمادة الابخرة دي تكون بنسبة كافية كتركيز ككمية بخار فقال لك في حدود اشتعال تعتمد على تركيز المادة الفليمابيليتي ليميتس او الاكسبلوسيفيتي ليميتس الاكسبلوجن ليميتس حدود الاشتعال او حدود الانفجار المادة دي لابد تكون بتركيز معين، ما أنا قلت بكميات محددة. في تعريف الحريق. أي كمية كده تشتعل؟ أي كمية كده من بخار البنزين موجودة هتشتعل؟ قال لك لا. لابد توصل لتركيز معين. بحيث إن في النهاية اللي بيشتعل عندي هو مخلوط المادة القابلة للإشتعال، مخلوط البخار ده مع الهواء فلابد يكون في نسبة معينة من الوقود ما ينفعش أقل عنها. عشان أبدأ. والنسبة دي تزيد تزيد معايا الحريق شغال تزيد 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 أوصل لرقم معين ما ينفعش أزيد عنه إذا في حدود معينة بتحكمني آه إيه هي حدود الاشتعال دي؟ قال لحضرتك هي تركيزات الغازات والأبخرة خلاص احنا اتفقنا اللي بيشتعل بخار المادة في الهواء أي تركيزات؟ قال لك لا والقادرة على إنتاج لهب أو حريق في وجود مصدر الاشتعال وجبت لحضرتك مثالين للمواد الشهيرة جدا الجازولين البنزين قال لك واحد وثلاثة من عشرة في المية لحد سبعة وواحد من عشرة في المية من واحد من عشرة وواحد من عشرة يعني إيه الكلام ده قال لك دول رقمين واحد من عشرة ده اسمه زي ما هنشوف دلوقتي الحد الأدنى للإشتعال يعني إيه يعني لو تركيز بخار البنزين أقل من واحد من عشرة ما يحصلش إشتعال طب ما بين الواحد وثلاثة من عشرة والسبعة وواحد من عشرة بخار بنزين قال لك في في المادة ده بيشتعل طب أكتر من سبعة وواحد من عشرة قال لك بخار البنزين بقى كتير على الهواء الهواء مش كافي يبقى بين الرقمين دول بيحصل الاشتعال تمام طب الديزل قال لك الديزل من ستة من عشرة لستة ونص في المية من ستة من عشرة ل 6.5% ما بين الرقمين دول هو إيه بقى الحدود ديت؟ قال لك هم حدين إتنين البداية إسمها الحد الأدنى للإشتعال الحد الأدنى للإشتعال اللور في ليمت ال إف إل أو ال إل اي إل الحد الأدنى هو أقل تركيز بالحجم تركيز ده أقل تركيز أو نسبة مئوية بالحجم من الغاز أو البخار في الهواء قادرة على إنتاج ومضة فلاش في وجود مصدر قابل للإشتعال أقل تركيز اللي هي كانت الواحد وثلاثة من عشرة دي لو أنا تحت منها مش هيحصل الومضة دي الفلاش دي مش هتحصل تمام قال لحضرتك طيب والحد الأعلى الأبر في الميبيليتي ليميت أو الأبر إكسبلوسيف ليميت والمعنى واحد غالبا اللي هي اليو اف ال -UFL أو اليو اي ال -UEL قال لك ده أعلى تركيز او نسبه مئويه من الغازات من الغاز او البخار في الهواء قادرة على انتاج الومضه في وجود مصدر اشتعال يبقى ما بين الحد الادنى والحد الاعلى ده اسمه وال 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 والمدى ما بين الحد الادنى والحد الاعلى اللي تحت المنحنى اللي ظاهر قدام حضراتكم ده ادي الحد الادنى ده الحد الادنى وده الحد الاعلى ما بين ال... ما بين القيمتين دول اسمه مدى الاشتعال ما بين القيمتين دول انا عندي مدى الاشتعال اللي هو تركيزات الابخره القابله للاشتعال الواقعه بين الحد الادنى والحد الاعلى الواقعه بين الحد الادنى والحد الاعلى ادي الحد الادنى ادي الحد الاعلى كتركيز للوقود مع الهواء تركيز الغاز الى الى البخار في الهواء كنسبه مئويه ما بين القيمتين دول المادة بتشتعل الفرق ده المسافة دي كنسب تركيزات اسمها مدى الاشتعال مدى الاشتعال طبعا كل ما المادة المادة يكون عندها مدى اشتعال واسع ده برضو بيدلل على خطورة المادة لأنها عند كل التركيزات دي لديها القدرة على الاشتعال بخلاف ما يكون المدى قصير وكذلك لو الحد الأدنى رقم منخفض عند تركيز منخفض اه يبقى بأقل تسريب من المادة دي أقل تركيز من المادة دي، لو الرقم ده رقم صغير الحد الأدنى ده معناه إن المادة دي ذات خطورة عالية لأن أقل تسريب منها أقل تركيز منها يشتعل تمام طبعا لو عندي مادة المادة الأكثر أمانا بقى إن أنا ألاقي الحد الأدنى بتاعها مرتفع عند 50 60 100 درجة مئوي ده الح عند عند تركيزات عالية جدا لا المعذرة عند تركيزات عالية جدا 30 40 50% تركيز على ما تشتعل يبقى انا محتاج تركيز كبير من المادة وكذلك ان انا الاقي مدى الاشتعال ضيق مش واسع يعني يقول المادة ديت مدى الاشتعال بتاعها ما بين ما بين 30 ل 40% او 30 ل 35%. اه على ما اوصل ل 30% دي قيمه كبيره كتركيز والمدى قصير مش واسع الماده ديت اكثر امانا بالنسبه لي واقل خطوره بخلاف ما اني اجد ماده يقول لي من نص في الميه ل 80 في الميه نص في الميه ده البدايه منخفضه ومن نص لحد 80 كل الارقام دي الماده ديت التركيزات دي كلها قبل الاشتعال اه التركيزات دي كلها داخله في مدى الاشتعال اه يبقى ده المنحنى اللي ظاهر قدام حضراتكم عند الحد الادنى ده اقل من الحد الادنى التركيزات غير كافيه للبدء واعلى من الابر ليميت من الحد الاعلى الهواء مش كافي هو ده بيسموها توريتش اللي هي الحد الاعلى ما بعد الحد الاعلى ودون الحد الادنى اللي هي تولين القيمه ضعيفه جدا تمام آه آه علي بيسال هو البنزين مش المفروض البنزين على حسب الجريد يا علي على حسب الجريد الارقام دي بتختلف على حسب الاوكتان نمبر الاوكتين نمبر بتاع البنزين فهتلاقي له ارقام كتيره جدا يعني الجداول على حسب رتبه البنزين مش كل البنزين واحد متفاوت اتمنى تكون واضحه ولذلك هتجد الارقام في كتير من انواع الوقود ده متفاوته لاختلاف رتبه الوقود لان الجريد بتاعه مختلف مش واحد فتجد الارقام متفاوته من من مصدر لاخر تمام طيب نشوف بعد كده المواد الكيميائيه الشائعه كوقود يقول لحضرتك الجازولين مثلا وده الفلاش بوينت بتاعته 21 تحت الصفر والاوتو اجنيشن 250 والفليمابيلتي ليميت بتاعته اللور اكسبلوزيف 1.3 والابر اكسبلوسيف الحد الاعلى 7.1 الايثانول الفلاش بوينت بتاعته 13 والاشتعال الذاتي 353 والحد الادنى والحد الاعلى للاشتعال من 3.3 ل 19 على الترتيب في المية. تمام؟ الديزل فلاش بوينت بتاعته 52، الاوتو اجنيشن الاشتعال الذاتي من 205 من 284 285. طب وحدود الاشتعال او الانفجار قال لك من 6 من 10 ل 6.5 طب الاسيتون الاسيتون المادة المتطايرة الخفيفة جدا دي قال لك ده الفلاش بوينت 18 تحت الصفر. والنقطة الاشتعال الاوتو اجنيشن -E بتاعته 465 وحدود الانفجار من 2.2 و من عشرة لحد 3 لحد 13 في على الترتيب احمد بيسأل ايه الاكتان او الأوكتين نمبر ده تمام ده بيتوقف على نسبة الرصاص في البنزين مثلا لها لها علاقة بعدد الخبطات في المحرك وجودة البنزين يعني الاكتان نمبر انت ما بتقول في بنزين في بنزين 80 ال 80 ده هو ده الاوكتان نمبر ده الاوكتان نمبر الجريد بتاعه 80 في اوكتان نمبر 90 91 92 95 اتمنى تكون وصلت الفلاش بوينت للدرجات دي من البنزين يا ابو حميد احمد ممدوح مختلفه مختلفه مش واحد واتمنى يكون نفس الجواب وضح لي علي تمام هو ده الاوكتان نمبر الرقم اللي بيتحط جنب البنزين ده طيب العوامل الاساسيه دي مقدمه كده تعرضنا فيها لبعض التعريفات، اتمنى انها تكون اتضحت لحضراتكم، لانها مهمه. مهمه، عشان نكون بنتع بنتعامل ده كله متعلق بخصائص الوقود. خواص الوقود اللي عندي ايه؟ اكون فاهم يعني ايه فلاش بوينت، اكون فاهم يعني ايه فاير بوينت، يعني ايه بويلنج بوينت، يعني ايه اوتو اجنيشن بوينت. نقطه الوميض، نقطه الحريق، نقطة الغليان، نقطة الاشتعال الذاتي، الحد الأدنى للإشتعال كتركيز، الحد الأعلى للإشتعال، مدى الإشتعال، نكون فاهمين الكلام ده عشان أعرف أنا بتعامل مع إيه كأساسيات. كأساسيات. طيب. أنتقل للعوامل الأساسية لحدوث الإشتعال. العوامل الأساسية لحدوث الإشتعال وفقا للمواصفات الأمريكية أنا محتاج أربع عناصر عشان يحصل عندي اشتعال. اربع عناصر اللي هم ممثلين بهرم الحريق الفاير تترا هرم الحريق اللي هو لو انا بصيت على الجهه الاخرى للمواصفات البريطانيه هلاقيها مثلث مثلث الرابع مش منصوص عليه مستقل لوحده العنصر الرابع فزي ما انا يعني يمكن قلتها قبل كده المثلث بريطاني والهرم امريكان طيب هرم الحريق ده كم عنصر؟ أربعة هرم رباع الأوجه عندي أربع أوجه عندي أربع عناصر المادة القابلة الإشتعال ماشي الوقود لازم وقود لازم مادة تشتعل رقم اتنين الحرارة الحرارة أو مصدر الإشتعال والمفهوم واحد لأن مصدر الإشتعال مهما تعددت أشكاله هو في النهاية عندي هيبقى حرارة هيصفي في النهاية عندي على حرارة سواء مصدر الاشتعال ده شرر كهربي، مصدر الاشتعال ده اسطح ساخنه، مصدر الاشتعال ده لهب مباشر، هو في النهايه يترجم عندي لحراره. عشان ابدا الاشتعال. درجه الحراره اللي, هتب... اللي هتكون لي الكم الكافي من الابخره القدرة على بدء الاشتعال. تمام والاكسجين محتاج اكسجين لان الاشتعال عباره عن تفاعل اكسده. لابد من وجود اكسجين. و المواد دي المادة مع الأكسجين عند درجة حرارة معينة لابد يحصل اتزان وانسجام وتوافق في التفاعل ده اللي هو سلسلة التفاعل الكيميائي لابد يحصل ارتباط كيميائي مش ده تفاعل كيميائي أكسدة اه في فقد واكتساب ما يسمى بالشكوك الطليقة الفري لازم يحصل تفاعل كيميائي ما احطش أي نسب مع بعضها. لازم يحصل التفاعل. يبقى زي لو بصينا في الصورة قدامنا هلاقي عندي المادة. المادة القابلة للاشتعال في, الـ في, الـ في الهرم عند حضراتكم أهي. المادة القابلة للاشتعال. والمادة إما أن تكون صلبة أو سائلة أو غازية. الوقود صلب أو سائل أو غاز. حالات المادة الثلاثة. وقود صلب زي الخشب أو الفحم. وقود سائل زي البنزين او الكيروسين او الديزل وقود غازي زي الاسيتيلين زي البروبان اللي في اسطوانه المطبخ زي البيوتان دي غازات تمام زي الاسيتيلين اللي بنستخدمه في اعمال القطع واللحام يبقى الوقود الماده او الفيول او الوقود اما صلب او سائل او غاز جميل طب الحرارة أو مصدر الاشتعال اه أو لابد أوصل لدرجة حرارة الاشتعال طب دي تجيلي منين الحرارة؟ من لهب مكشوف أوبن فليم أو من حرارة الشمس قد يكون أو من احتكاك ولد حرارة احتكاك أجزاء ماكينات ولد حرارة أو من أسطح ساخنة أو حصل قوس كهربي أرك فلاش أو حصل سبارك شرر كهربي او حراره من تفاعل كيميائي طارد للحراره اكسوثيرميك رياكشن كل دي مصادر للحراره تمام طيب والاكسجين قال لك الاكسجين انا عندي الهواء الجوي اللي احنا عايشين فيه في 21% اكسجين في 21% اكسجين و78% نيتروجين و1% كده حاجات اخرى غازات اخرى يبقى انا عندي حوالي خمس الهواء اللي احنا بنتنفسه اكسجين 21% اكسجين من الهواء الجوي اللي بنتنفسه طب هل يا ترى انا محتاج ال 21% كلهم للاشتعال قال لك لا محتاج حوالي 16% بس فقط لبدء الاشتعال مع العلم كملحوظه والكلام ده يعني يجي في تفاصيل له مقام اخر ان انا ممكن ما اخدش ال 16% دول كلهم من الهواء الجوي لو المادة الكيميائية نفسها الوقود نفسه تركيبته داخل فيها أكسجين عنده أكسجين ذاتي في في تركيبته الكيميائية زي مواد النترات إن أو 3 هي عندها أو 3 لوحدها هي داخل في تركيبتها أكسجين فده بيشارك ها يعني مش عايز أقف كثيرا عند النقطة ديت ها نركز في, في الأساس فيها يبقى أنا عندي المادة صلب وسائل وغاز الحرارة مصادرها كتيرة جدا الهيت او مصدر الاشتعال. الاكسجين هاخد محتاج حوالي 16% من الهواء الجوي اللي هو فيه بالفعل حوالي 21% اكسجين. يبقى انا محتاج مادة وحرارة واكسجين والتفاعل يشتغل يكون بنسب موزونة بنسب موزونة عشان يحصل عندي التفاعل الكيميائي ويحصل الفقد والاكتساب ويستمر التفاعل ده ويحصل في الانسجام والتوافق ويستمر عندي زي ما بنقول ايه النار او الحريق اشتغل طيب تمام مصطفى بيقول ممكن الوقود نفسه اه تمام بالظبط زي ما انا وضحت يا مصطفى تمام الله ينور عليك هرم الحريق زي ما ظهر قدام حضراتكم الوقود الاكسجين الحراره التفاعل الكيميائي دولي الاربع عناصر اللي عندنا وده واضح قدام حضراتكم بوضوح. الوقود والاكسجين، الوقود اللي هو الماده القابله للاشتعال ان كانت ورق، بلاستيك، ديزل، بنزين، الاكسجين، الحراره او مصدر الاشتعال، والتفاعل الكيميائي. جميل. دول الاربع عناصر اللي بتكون عندي هرم الحريق. لابد الاربعه يجتمعوا. اي عنصر من الاربعه دول يتخلف الحريق هيتوقف او مش هيحصل ابتداء وده اللي هنبني عليه بعد شويه نظريه الاطفاء انا عرفت نظريه الاشتعال ان الاربعه دول الاربع عناصر دول لابد يجتمعوا ويشكلوا عندي هرم الحريق في نظريه الاطفاء فلسفه الاطفاء معتمده على ايه؟ ان ان اكثر الهرم ده بسحب عنصر واحد على الاقل من عناصر الاربعه اي عنصر من الاربعه دولي عنصر واحد على الاقل اي عنصر يتخلف مش موجود كده انا هقدر اطفي الحريق من خلاله طيب جميل قال حضرتك ادى نواتج الحريق الاكسجين دخل تمام مع الوقود حصلت الاكسده في وجود الحراره بدا ينتج ابخره قابله للاشتعال ولهب دخان وضوء و الدخان اللي طالع قلنا تركيبته الكيميائيه بتعتمد على تركيب الوقود اللي موجود وعلى نسبه الاكسجين كمان. قال لك طالع اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون وجزيئات كربونيه كده كربون هاب وكربون بلاك ذرات كربون سوداء تمام وثاني اكسيد الكبريت اس او 2 وبخار ميه وسيانيد الهيدروجين اتش سي ان وغازات اخرى. التركيب ده بيختلف. طيب دي نواتج الحريق واللي بتمثل لي مشاكل اصلا صحيه ومشاكل على السيفتي خاصه بمين؟ خاصه برجال الاطفاء او الشخص اللي متواجد في المكان. طيب تصنيف الحرائق تصنيف الحرائق جينا بقى للكلام الجد اللي هنبدا نبني عليه. تصنيف الحرائق قال لي حضرتك المواصفات الامريكيه عندها في ال NFPA 10 ال NFPA 10 الناشونال فاير بروتكشن اسوسيشن اللي هي الجمعيه الوطنيه الامريكيه لمكافحه الحريق صنفوا الحريق للخمس اصناف اللي امام حضراتكم دول A و B و C و D و K صنفوها بناء على ايه بناء على نوع الوقود بناء على طبيعه المواد اللي هتشتعل A و B و C و D و K خمس تصنيفات خمس مجموعات ده الكلاسيفيكيشن ده الكلاسز بتاعه الفاير فئات الحريق الفئه A او المجموعه A والمجموعه B والمجموعه C والمجموعه D والمجموعه K اللي الحقت بيهم مؤخرا يعني ده اخرهم ونفس الخمس تصنيفات موجودين في المواصفات البريطانيه عندهم خمسه مع شيء من الاختلاف طبعا مع شيء من الاختلاف حاصل تمام ليس فقط في الحروف الابجديه ولكن بعض المجموعات اسمها المجموعتين وكده يهمني التصنيف اللي امام حضراتكم المجموعه ايه اسمها المحروقات الصلبه العاديه نعرفهم كده مع بعض ونرتبهم كده المجموعه ايه اذا عرفت تصنيفات الحريق هتعرف تختار الطفايه المناسبه وماده الاطفاء هنا دي ده, مربط الفرس تصنيف الحرائق المجموعه ايه المحروقات الصلبه العاديه بنسميها ordinary combustible solids اللي هي ايه ورق وخشب وبلاستيك وقماش و... ها. دي المجموعه ايه المحروقات الصلبه العاديه المجموعه ب السوائل والغازات سريعه الاشتعال السوائل والغازات سريعه الاشتعال مواد البتروليه بقى الديزل والبنزين والها المجموعه دي المجموعه سي energized electrical equipment المعدات الكهربائيه المعدات الكهربائيه مجموعه سي الكهرباء المجموعه دي المواد المعدنيه القابله للاشتعال فلزات قابله للاشتعال زي الصوديوم والمغنيسيوم المجموعه كي كي كيتشن افتكرها مني دايما كده كي كيتشن مطبخ زيوت الطبخ والدهون الكوكينج اويلز او الديب فرايرز القليات العميقة وزيوت الطهي المطبخ كي كيتشن مرة تاني المجموعة ايه؟ المحروقات الصلبة العادية ورق وبلاستيك وكرتون وخشب وفحم المجموعة ب السوائل والغازات سريعة الاشتعال فليمابول اند كومبا فليمبول ليكويد اند جاس فليمابول والكومباستيبول ليكويد اند جاسز المجموعة سي الكتريكال المعدات الكهربائية المجموعة دي المواد المعدنية معادن وفلزات قابلة للاشتعال زي المغنيسيوم ماجنيزيوم والصوديوم وكده المجموعة كي زيوت المطبخ كي كيتشن زي ما قلنا تمام طيب، وادى وضعهم باللغة الانجليزية قدام حضراتكم اهوت طبعا يعني انا اثرت و... و... على غير العادة ان اخلي البرزنتيشن ال... ال... باللغة العربية ليه التبسيط والتسهيل على الزملاء المبتدئين في المجال الايه وده رمزها في الـ في الاوشه الامريكيه الايه المثلث ده جوه حرف الايه بنفس الالوان دي هي دي الاوردينري كومباستيبلز المحروقات الصلبه العاديه البي سوائل وغازات قابله للاشتعال سي كهرباء دي بنفس الرمز ده النجمه دي اه الفلزات القابله للاشتعال الكومباستيبل ميتالز كي الكيتشن كوكينج اويلز اند جريس زيوت ودهون المطبخ هي دي الكلاسز اوف فاير، الخمسة كلاس اللي قدام حضراتكم دول. تمام؟ عرفناهم كويس، اللي جاي مبني عليهم يا جماعة. طيب. إيه اللي جاي؟ قال لحضرتك أساليب إخماد الحريق. هرجع سريعا بحضراتكم بعد إذنكم لهرم الحريق. هرم الحريق. أنا قلت نظرية الإشتعال لازم الأربعة دول يجتمعوا. نظرية الإطفاء تسحب على الاقل عنصر واحد من الاربعه قدرت تسحب اثنين خير وبركه لكن على الاقل حاول تسحب عنصر عشان تفركش الحريق ده اكسره قال لك طب انا ممكن اسحب الحراره اه ممكن تسحب الحراره بايه قال لك بالتبريد ان انا اخفض درجه حراره التفاعل يمكن سحب الحراره بالتبريد اللي هي باي بايكولنج ان انا برد زي استخدام الميه مثلا زي ما هنشوف الميه من افضل الـ الـ الوسائط الاطفائيه اللي بتبرد تمام يبقى ممكن اسحب الحراره بالتبريد قال لك وممكن تسحب الاكسجين بالخنق انك تدخل غاز اخر يحل محل الاكسجين زي ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون غاز تقيل يدخل يحل محل الاكسجين يبقى انا حرمت الحريق من الاكسجين عملت له خنق سموذرينج خنق طيب يبقى انا كده ممكن اسحب الحراره بالتبريد زي استخدام الميه وممكن اسحب الاكسجين بالخنق زي استخدام ثاني اكسيد ثاني اكسيد الكربون CO2 قال لك ممكن تسحب الوقود قال لك سحب الوقود ده اسمه التجويع ستارفيشن بالتجويع اجوع الحريق ازاي قال لك مخزن اشتعل في حريق في اخر المخزن ابدا طلع باقي الكراتين اللي في المخزن دي بره فضيه من المواد والماتيريال اللي جواه ديت قبل ما النار تيجي عليه عندي خط انابيب اشتعل في بدايه الخط ابدا اقفل الصمام ده اقفل الفالف ده وامنع عنه الوقود ابدا خفف المواد القابله الاشتعال طلعها بره المكان ده تجويع سحبت الوقود يبقى انا ممكن تاني مره يا جماعه اسحب الحراره بالتبريد مثل استخدام المياه الميه باي كولينج التبريد ممكن اسحب الاكسجين بالخنق زي استخدام السي او 2 يحل محل الاكسجين وابدا خلاص الحريق ده يبدا يفصل وممكن اسحب الوقود بالتجويع قالك والرابع ممكن تكسر سلسله التفاعل تكسر سلسله التفاعل، التناغم والتوافق اللي حاصل ما بين عناصر الاشتعال ده انت ممكن تعمل فيه انترابشن تربكه تربكه تفركشه قال لك زي ايه استخدام المسحوق الجاف البودره الباودر الدراي باودر المسحوق الكيماوي الجاف استخدام البودره الجافه قال لك بستخدمها تعمل لي الفركاشه دي تكسر لي سلسله التفاعل في حين ان انا لا سحبت اكسجين ولا حراره ولا وقود الثلاثه موجودين بس انا عملت انترابشن ربكه في مسار التفاعل كسر سلسلة التفاعل هي دي نظرية الإطفاء وبناء عليه نيجي نشوف بقى مع حضراتكم التبريد لو بصينا أساليب الإخماد قال لك ممكن نجيبهم من على اليسار كده لو تكرمتم التبريد كولينج التبريد قال لك استخدام المية والتبريد أنا مديله هنا كدلالة كده اللون الأزرق للتسهيل كده عشان إيه ما نتلخبطش ونبدأ نرتب معلوماتنا التبريد قال لك ممكن استخدم الميه طفايه فيها مي ماء مضغوط الاير بريشرايزد ووتر طفايه الماء المضغوط طيب والرغوه هو الفوم بيبرد اه هو مش الفوم ده دايف في ميه وجود الماء كفيل ان يحصل تبريد وجود الماء كفيل ان يحصل تبريد فسواء الماء او الفوم الرغوه بيبرد قال لك طب ده التبريد وعرفناه انا ممكن ابرد قال لك طب الCO2 بيبرد ما هو بيطلع جزء منه في شكل الجليد الجاف بيطلع بارد بيبرد طب والويت كيميكال ده هنشوفه بيبرد معايا برضو طب وممكن اخنق ازاي قال لك الCO2 العلامه البني اهي اقول ها البراون اللي هو البراون البني ده الCO2 ده بيخنق والفوم بيعمل طبقة زي البطانية على سطح المادة القابلة للاشتعال بيغطيها يعزلها عن الهواء الخارجي يخنقها يمنع وصول الاكسجين تمام كل ده بيخنق بي 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 عندي حتى بطانية الحريق أنا عندي وعاء واشتعل وغطيته بالبطانية إيه؟, إيه فايدة التغطية دي إن أنا عزلته عن الهواء خنقته قال لك طيب ده الخنق طب كسر سلسلة ده عرفنا التبريد وعرفنا الخنق طب كسر سلسله التفاعل يجي ازاي؟ قال لك البودره اهي في الاخر اهي طفيت البودره تكسر لي سلسله التفاعل يبقى انا عندي التبريد التبريد بان انا هزيل الحراره بالتبريد اسحب الحراره اسحب عنصر الحراره بالتبريد الميه هنلاقيها شغاله بالتبريد فقط يا جماعه كل فكره الميه ان انا استخدم الماء في الاطفاء مبنيه على التبريد الماء كل فاعليته وتاثيره انه بيبرد طب الفوم بيعمل ايه ناخدهم بقى طفايه طفايه كده طفايه الفوم او الرغوه قال لك بتعمل حاجتين تسحب الحراره بالتبريد وتسحب الاكسجين بالخنق شغاله باثنين بتلعب على عنصرين اثنين مش عنصر واحد فقط ولابد ننتبه لدي لان هي فيها ميه دايبه في ميه الفوم ده الفوم ده محلول مائي جميل ثاني اكسيد الكربون قال لك شغال بحاجتين الاساس فيه هو الخنق الاساس في ثاني اكسيد الكربون هو الخنق انه يحل محل الاكسجين بالاضافه لانه كمان بيبرد في لان في جزء بيطلع في شكل الجليد الجاف البارد اي حد استعمل طفايه ثاني اكسيد الكربون عارف بيطلع ازاي في درجه حراره شكلها ايه بارد يبقى ثاني اكسيد الكربون معتمد على الخنق والتبريد طب امال ايه الطفايه اللي عليها اللون الاصفر دي؟ قال لك دي طفايه بتاعة المطبخ هنشوفها دلوقتي دي طفايه السائل الكيماوي السائل الكيماوي ويت كيميكال اللي عليها اللون الاصفر ده قال لك دي بتعتمد على ايه قال لك بتعتمد على التبريد وعلى ايه كمان وعلى الخنق على التبريد والخنق طب وبطانيه الحريق قال لك ده ما فيش تبريد لا امال بتعتمد على ايه بتعتمد على الخنق فقط انك غطيت فمنعت وصول الاكسجين للحريق طب وطفايه الباودر دي طفايه البودره الجافه دي قال بتعتمد على كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بالإضافة كمان لو لو دققنا شوية هنلاقي إن البودرة ها قد تصل لدرجة إنها تبدأ تغطي على المادة برضه تمام طيب لكن أساسا هي على كسر سلسلة التفاعل دي أشكال الطف... أشكال أنواع الطفايات المختلفة وأساليبها إيه؟ إيه فلسفتها في إنها تخمد أو تطفي الحريق؟ طفاية المية على التبريد الرغوة على التبريد والخنق، ثاني اكسيد الكربون على الخنق والتبريد، السائل الكيماوي او المواد الكيميائيه الرطبه السائله على التبريد والخنق، بطانية الحريق على الخنق فقط، طفاية البودرة على كسر سلسلة التفاعل الكيميائي، الكلام ده مهم جدا. هو يا باشمهندس ايه الالوان اللي ظاهرة قدام مني للطفايات دي؟ اه ديت وفقا للمعايير البريطانية. وانا تعمدت احطها مع اني بشرح وفقا للمواصفات الامريكية لان هي اللي غزت السوق يعني في الاسواق دلوقتي في الواقع العملي هلاقي ان معظم ان لم يكن كل الطفايات الجديده بيتم انتاجها وتصنيعها البودي احمر جسم الطفايه باللون الاحمر الجديد كله كده ماشي على المعايير البريطانيه جسم الطفايه احمر وعليها كالر باتش ليبل لون مميز بيختلف باختلاف نوع الطفايه. طفايه الميه البودي احمر والشريط احمر. احمر على احمر زي ما حضراتكم شايفينها كده. طفايه الرغوه البودي الجسم الطفايه احمر والشريط كريمي اللون البيج. طفايه ثاني اكسيد الكربون جسم الطفايه احمر كالعاده والشريط اسود اللون البلاك. طفايه المواد الكيميائيه السائل الكيماوي بتاعت المطبخ الجسم احمر والشريط اصفر. اصفر اللون الاصفر تمام طفاية البودره الجسم احمر والشريط ازرق ده اللي طب الكالر كود ده جاي منين الكالر كود ده بريطانيا يا جماعه والا ففي المواصفات الامريكيه جسم الطفايه ممكن ياخد اي لون ومفيش كالر كود مفيش اي شريط مميز عليها ممكن تلاقي وفقا للمعايير الامريكيه الطفايه نفسها جسم الطفايه لونه سيلفر لون الستالس لونها بيج لونها اخضر زي ما تكون انما في المعايير البريطانيه ودي ميزه في المعايير البريطانيه موضوع الكالر كودنج دي مواصفات بريطانيه طيب تمام ديت بعض انواع الطفايات واشهرها اللي موجوده عندنا طفايه الميه طفايه الرغوه او الفوم طفايه ثاني اكسيد الكربون طفايه السائل الكيماوي طفايه البودره الجافه وحطينا معاهم كده بالمره كمان الايه؟ الفاير بلانكت كاحد الوسائل المستخدمه. طيب. نيجي واحده واحده كده ناخد بعض معلومات عن انواع الطفايات المختلفه. بعض الزملاء بيسال هي طفايه البودره ذات معامل خاص عباره عن ايه؟ والبعض بيسال ازاي ثاني اكسيد الكربون بيبرد؟ حاضر يعني تأتي التفاصيل ديت لاحقا ان شاء الله والا فانا ها؟ يعني مش عايز اخرج عن مستوى معين من التفاصيل في المحاضره ديت انا قلت مقدمه في اساسيات الحريق مش اساسيات فقط دي مقدمه في الاساسيات تمام يا جماعه والا فالتفاصيل كتيره جدا 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 تمام ازاي بيبرد يا احمد ممدوح لان ثاني اكسيد الكربون في الداخل تم اسالته تم ضغطه بالضغط وصل لمرحله الاساله وهو بيبقى عند عند ضغط عالي جدا اما يجي يخرج لما يجي يخرج للضغط الجوي من ضغط 850 رطل على البوصة المربعه او 58 ضغط جو للضغط الجوي بره بيطلع جزء منه في شكل زي كرات التلج يتحول من يرد مره تانية من من سائل الى من السائل المسال جوه داخل أسطوانة الى شكل الجليد الجاف الجليد الجاف ده بارد جدا عشان السائل ده يخرج بره طلع بارد جدا جزء منه طلع بارد جدا فبيبرد اي حد تعامل مع طفاية ثاني اكسيد الكربون شاف شكل الـ 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 البروده درجة البروده شكلها ايه وهو خارج. ليه؟ لانه مسال في الداخل. طيب. ايه طفايات نشوف اول نوع عندنا كده معلومة سريعة عن كل نوع. ايه طفايات طفاية الماء. طفاية مية مضغوطة. ديت تصلح لل... احنا قلنا كم مجموعه من كم ما صنفنا الحرائق كم مجموعه خمس مجموعات يا جماعه ما حدش ينساهم ابدا الخمس مجموعات المجموعه ايه المحروقات الصلبه العاديه قال لك طفايه الميه هي اصلا انسب شيء للمجموعه دي ورق وخشب وبلاستيك والحاجات دي طفايه الميه تصلح للمجموعه ايه فانا ممكن اكتب على طفايه الميه دي ايه وهجد ان المصنع بتاعها كاتب لي عليها كلاس ايه إن دي تصلح لإيه؟ للمجموعة أ، المجموعة إيه؟ أو الفئة إيه؟ اللي هي المحروقات الصلبة العادية. مميزة في ال... بالشريط الأحمر. مميزة بالشريط الأحمر، البودي أحمر والشريط أحمر. جميل، يبقى ده ممكن أستخدمها للورق والخشب والبلاستيك والحاجات دي. طيب، غير مناسبة للسوائل القابلة للإشتعال. أوعى تروح تستعملها مع المجموعة بي. ما تروحش تطفي حريق بنزين او ديزل بطفايه الميه المضغوطه دي. اه. طب ينفع اطفيها المجموعه سي حرائق الكهرباء؟ قال لك لا برضه. ما ينفعش الانرجايزد المعدات الكهربائيه اللي شغاله دي قال لك لا غير امنه للحرائق الكهربائيه. طب هي بتطفي الحريق ازاي؟ عن طريق التبريد. يهمني المعلومات المج... البسيطه دي عن طفايه الميه. في المواصفات البريطانيه واخده الشريط الاحمر ككلر كود. مناسبه للمجموعه A إيه؟ غير مناسبه للمجموعه B اللي هي المواد البتروليه والسوائل والغازات البتروليه غير امنه للمجموعه لحرائق الكهرباء كماء سائل كسوليد ووتر ستريم كعمود ميه كده تمام بتقوم باخماد الحريق عن طريق التبريد يكفينا المعلومات البسيطه ديت ها ان الـ الـ كبدايه انها تكون واضحه لحضراتكم طفايه الثانيه طفايه الرغوه او الفوم جسم الطفاية احمر الشريط المميز باللون الكريمي اللون البيج الماء اللي الصفرة لون البيج المعروف بالنسبة لنا الطفاية ديت ينفع طف بها ورق وخشب اه ينفع ينفع من ناحية ينفع ينفع بس خسارة طالما المية موجودة لكن من حيث انها تطفي حرائق ورق وبلاء ورق وخشب اه تطفي يبقى تصلح للمجموعة ايه طب هي تصلح للمجموعة بيه ديزل وبنزين؟ قالك ده أفضل مادة تطفي السوائل البترولية. هي الرغوة. أفضل مادة للسوائل البترولية. الفوم. الفوم ده تركيبته إيه؟ حاجات كتيرة جدا، الفوم ده أنواعه إيه؟ حاجات أنواع كتيرة جدا. في تحت كلمة فوم دي تصنيفات كتيرة جدا لأنواع الفوم ومدى مناسبة كل نوع ليه نوعيات معينة من المواد. في كلام بين السطور، أنا مش هتوقف عنده. يبقى الطفايه باللون الاحمر عليها الشريط باللون الكريمي ككلر كود الطفايه دي ايه بي؟ الميه عرفنا ايه فقط الفوم ايه بي؟ طب تنفع مع سي؟ ينفع اطفي بقى حرائق الكهرباء؟ قال لك لا لان هي فيها ميه محلوله بميه ما تنفعش مع حرائق الكهرباء طب بتخمد الحريق ازاي؟ قال لك بتقوم باخماد الحريق عن طريق الخنق لانها بتعمل طبقه عازله الرغوه دي بتعمل طبقه فوق سطح الماده القابله للاشتعال، فوق سطح البنزين او الديزل وتعزله عن السائل المشتعل بالاضافه للتبريد. كمان. يبقى ده طفايه الرغوه او الفوم. يبقى الميه ايه؟ طفايه الميه كلاس ايه. طفايه الفوم كلاس ايه بي. جميل. روح لي على اللي بعدها. طفايه ثاني اكسيد الكربون. قال لك جسم الطفايه باللون الاحمر الشريط باللون الاسود لون الشريط باللون الاسود بتستخدم لبي وسي لبي وسي طب ليه ما استخدمهاش لايه للورق والخشب والكلام ده استقرار الغاز في المكان تمام الضغط الشديد اللي طالع كفيل انه يطير المواد ديت فمش هتحتوي الحريق من الناحيه العمليه غير مناسبه الحرائق ايه وفي تفاصيل في الجزئيه ديت طب تصلح لحرائق الديزل والبنزين اه والك... كلاس بي. طب تصلح لحرائق الكهرباء من افضل المواد لحرائق الكهرباء. ثاني اكسيد الكربون. بي سي بي سي. امنه للاستخدام على حرائق الكهرباء بل من اكثر المواد فاعليه مع حرائق الكهرباء. ثاني اكسيد الكربون. طب بيخمد الحريق ازاي؟ يحل محل الاكسجين فيخنق الحريق. بالاضافه الى ان في جزء برضه تبريد. بيقول لك في الكونفايند سبيس في الاماكن الضيقه خد بالك بيسبب الاختناق بيسبب الاختناق فلو انت مخير ما بين ده والبودره اختار البودره زي ما هنشوف وان كانت البودره خانقه لكن بنسبه اقل من السي او 2 طيب دي كمعلومه سريعه كده برضو مش هتوقف عندها كتير يبقى احنا عرفنا طفايه الميه تاني قبل ما انتوه طفايه الميه ايه طفايه الفوم اي بي طفايه ثاني اكسيد الكربون بي سي طفاية البودرة اسمها البودرة الجافة متعددة الأغراض ده حتى بيسموها باودر اي بي سي من اسمها اي بي سي يقول لك دراي باودر اي بي سي اي بي سي يعني ايه يعني تصلح لايه اطفي بها ورق وخشب اه وتصلح لبي أطف بها ديزل وبنزين اه وتصلح لسي أطف بها حرائق الكهرباء اه اسمها اي بي سي لون الطف... شكل الطفايه برضو البودي الجسم الطفايه باللون الاحمر الشروط المميز باللون الازرق يفضل يفضل استخدامها لحرائق المجموعه بي ولكنها امنه للاستخدام لاي نوع من الحرائق تعمل على اخماد الحريق من خلال كسر سلسله التفاعل الكيميائي برضه نتجنب استخدامها في الاماكن المغلقه لان برضه لها درجه الى حد ما خانقه برضه ده طفاية دي الطفايه البودره اي بي سي متعدده الاغراض اللي هي منها الواحد كيلو جرام اللي في السيارات اللي في العربيات اللي في العربية الواحد كيلو جرام الصغيرة دي طفاية البودرة متعددة الأغراض البودرة الجافة A بي سي تصلح ل A و B و C يبقى احنا عرفنا المية A الفوم A B C O2 اكسيد كربون B C البودرة A بي سي تعال شوف الطفاية بقى لها ربما غايبة عن بعض الناس السائل المواد الكيميائية الرطبة السائل الكيميائي السائل الكيماوي السائل الكيماوي طفاية السائل الكيماوي البودي أحمر شريط باللون الأصفر حتى المواصفات البريطانية تقول لك كناري يلو اللون الأصفر الكناري الفائع ده تمام مصممة خصيصا لحرائق زيوت المطبخ زيوت الطبخ طب دي ممكن أطفي لو طفيت بها ورق أو خشب تطفي أه بس خسارة طبعا يعني طالما لو في ماء موجود لكن من ناحية ما تطفي تطفي ولذلك هنسميها اي كي تصلح لايه وتصلح لكي تعمل على اخماد الحريق عن طريق الخنق والتبريد وبيطلع منها الماء السائل ده مضغوط على شكل رذاذ بيتفاعل مع الزيت ويحولوا الماده اشبه ما تكون بالصابون ما تستخدمهاش طبعا مع حرائق الكهرباء والماده الكيميائيه اللي جواها يا جماعه الى حد ما كوروسيف تمام يعني ضره فلذلك اللي بيستخدم الطفايه دي لازم يلبس سيفتي جوجلز وفيس شيلد قناع على وشه تمام وقفازات جوانتي والكلام ده كبيبي اي طيب يبقى طفايه السائل الكيماوي دي اي كي اي كي. تصلح للفئه ايه وتصلح للفئه كي لحد دلوقتي زي ما احنا شفنا كل الطفايات تصلح للفئه ايه ما عدا سي 2 عندي طفايتين اتنين يصلحوا للكهرباء الباودر والسي او 2 عندي ثلاث طفايات يصلحهم للسوائل البتروليه قبل الاشتعال الفوم والسي او 2 والباودر التصنيفه دي لابد تكون حاضره في ذهني علشان اقدر اختار الطفايه المناسبه بطانيه الحريق كاحد الوسائل الفاير بلانكت شريط باللون الاحمر دي مواصفات بريطانيه شريط باللون الاحمر او الابيض تستخدم على اي نوع من انواع الحريق لكن يفضل استخدامها على حرائق محدودة الحجم الحاجة اللوكاليزد المحدودة الكونفايند شوية من المجموعة بي من المجموعة بي يفضل مع المجموعة بي تقوم بإخماد الحريق عن طريق الخنق تستخدم عادة في المطابخ وبنستخدمها لو احنا بنستخدم اسطوانات غاز في اعمال العزل والكلام ده في المواقع الانشائية للعزل المائي واستخدام البتومين وممكن تديد لابد تكون جاهزة جنب مني تمام اللي هي الفاير بلانكت تستخدم لمرة واحدة فقط هي وان تايم يوز وبتترمي لأنها بتكرمش خلاص وبتثبت على الكرمشة دي بعد استخدامها المرة غير صالحة للمرة التانية طبعا هي من خليط من المواد التركيبة الأساسية بتاعتها هي الصوف الفايبر جلاس الألياف الزجاجية الفايبر جلاس طيب ديت كده الفاير بلانكت كمان شفناها معانا المعلومات الموجودة على الطفاية نوع الطفاية طريقة العمل استخدمها ازاي نوع الحريق اللي بتناسب الذي تناسبه هذه الطفاية و تاريخ الصيانة و كنقطة أساسية بيقول لحضرتك يجب فحص جميع الطفايات سنوياً بواسطة شخص مختص اللي هو الثيرد بارتي أو شركة الصيانة و سنوياً دي كل سنة دي دي المواصفات سواء في المواصفات الأمريكية أو البريطانية كل سنة طبعاً بعض الدول بتختلف يعني هنا مثلاً في السعودية الدفاع المدني السعودي بيقول لك لا شركة الصيانة تفحصها كل ست شهور مفيش مشكلة خالص تمام ده هو يعني ايه ها تمسك اكتر كمان من الـ من الـ من الـ من الـ الـ الستاندرد نفسه، قال كل ست شهور، لكن المعايير في, في الاوشا الامريكيه الفحص بواسطه شركه الصيانه كل سنه، المعايير البريطانيه كل سنه. تمام طيب لحد كده طبعا في طريقه اخرى للفحص اللي هو الفحص الشهري. الفحص الشهري ده باستخدام بواسطه اليوزر المستخدمين نفسهم، اللي هو حضراتكم في المواقع. العاملين نفسهم ده فحص شهري وبيبقى فيه تاج كده اللي هو الانسبكشن تاج كارت الفحص على الشهور يناير فبراير مارس كده كل شهر يتم فحص الطفايه والتاكد من سلامه اجزاء الطفايه تمام ولو الطفايه لها عداد ضغط زي كل الطفايات لها عداد ضغط ما عدا طفايه ثاني اكسيد الكربون يتم فحص العداد ده وانه في في المؤشر على الاخضر ولو طفايه زي ثاني اكسيد الكربون بيتم فحصها بواسطة الوزن بالميزان وتأكد ان مفيش ليكج غير مسموح به. تمام؟ ما يكونش التسريب طبعا في هل في هل في نسبة تسريب مسموح بها من طفاية ثاني اكسيد الكربون؟ اه ال ان اف بي 10 الامريكية بتقول لحضرتك لو في تسريب لحد 10% من كمية الغاز الاصلية لحد لحد 10% ده مسموح كتسريب. اكتر من كده لابد توديها لشركه الصيانه تكملها وتعمل لها ريفيلنج اعاده تعبئه وتكمل الوزن اللي ناقص منها تمام طريقه استعمال الطفايه لابد الاول تكون تعرف تختار الطفايه المناسبه ما انا ممكن اكون بعرف استعملها بس اخترت طفايه خطا جبت طفايه ميه ودخلت بها على معده كهربائيه مشتعله مشكله جبت طفايه فوم او ميه ودخلت بها على زيوت المطبخ هعمل كارثه فلابد الأول قبل ما أعرف أستعمل الطفاية، أعرف أختارها، أعمل حتة Selection، اختيار الطفاية الصح، طب اختيار الطفاية الصح بناءً على إيه؟ المجموعات اللي خمس مجموعات اللي اتكلمنا عليهم، A و B و C و و وتكون عارف كل طفاية مناسبة إيه؟ والله ممكن المياه تتمشي الموضوع، لو أنا عندي خشب، وممكن أستخدم الفوم، وممكن أستخدم البودرة، كل ده يصلح، الترتيبة دي، الترتيب ده والتفنيطه ديت لابد اكون عارفها كويس جدا. طيب هاجي بقى اخترت الطفايه الصح، استخدمها ازاي؟ ابص على المؤشر قبل ما ارفع الطفايه، جهاز الطفايه تكون فضيت اصلا. انزع مسمار الامان. الاربع خطوات المعروفين بباص يا جماعه. باص. بول انزع المسمار. في مسمار امان كده موجود كده بسحبه. اللي هو علشان مهما حد ضغط على زراعة الطفايه ما يضغطش. مسمار الامان ده بنزعه لبره بيبقى متثبت من الناحيه الثانيه غالبا بقطعه رصاص وسلك خفيف سلك شعر كده انزع المسمار ده اسحبه بره فورت المسمار بول بن امسك الطفايه بشكل عمودي في ايدك تمام وجه الخرطوم الى قاعده اللهب ايم زهوز اوجه الخرطوم الى قاعده اللهب مشغلش بالي باللهب القاعده تحت هي ده الاساس هي دي اللي طالع منها كل الفليم وكل الشعله دي وجه الخرطوم الى قاعده اللهب يبقى بول ذا بن ده حرف البي ايم زهوز حرف الاي وجه الخرطوم لقاعده اللهب سكويز هاندل اضغط بقى اضغط على زراع التشغيل المكبس اضغط اضغط الزراع ده تمام بعد كده سويب ذا فاير اقنص الحريق كنس الحريق كنس لهب ازاي انك تتحرك افقيا تحرك الخرطوم ده يمنه ويسره يمين وشمال تكنس الحريق دول الاربع خطوات اللي هي بس بول ذا بن ايم هوز سكويز هاندل سويب ذا فاير انزع المسمار وجه الخرطوم الى قاعده اللهب اضغط على الذراع اكنس اللهب ما اثبتش في نقطه في نقطه واحده ما يبقاش كلام في نقطه واحده توجيه الخرطوم او توجيه ماده الاطفاء طيب لا تحاول اخماد الحريق في الحالات التاليه استخدام الطفايات الصغيره دي بقى أنا عندي أنظمة متعددة للإطفاء أنا دلوقتي بتناول في البدايات كده وفي الأساسيات الطفايات المحمولة البورتابل فاير الطفايات اليدوية الصغيرة وإلا ففي أنظمة ثابتة أخرى للإطفاء تمام وفي مطافي أنا عندي ثلاث وسائل للإطفاء يا جماعة إما الطفايات المحمولة دي اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي وإما أنظمة الإطفاء الثابتة زي Sprinkler سيستم وزي الانظمه الثابته الاوتوماتيكيه بالغازات او اف ام 200 او خلافه وعندي الفاير بريكيت ان انا اتصل بالمطاف رجال الاطفاء المتخصصين يجوا دول ثلاث وسائل اساسيه انا بتكلم في واحده منهم فقط اللي هي طفايات الحريق المحموله الصغيره اليدويه سواء محموله باليد او محموله على عجلات تمام وحده متحركه قال لحضرتك لا تحاول اخماد الحريق في الحالات الاتيه اذا كان حجم الحريق أكبر من حجم سلة المهملات كده الباسكت إذا كان بادئ معاك كده أو يغلب على ظنك إنه صعب السيطرة عليه بالطفايات حجم الحريق أكبر من اللازم طيب إذا كنت محتاج أكثر من طفاية وأنا لوحدي أو حجم الطفايات الموجود غير كافي للسيطرة على الحريق ده إذا كانت الغرفة أو المكان اللي أنا فيه ممتلئ بالدخان لأن أنا كده أنا اللي هضر أنا لو 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 استمريت في المكان ده هختنق هختنق انا شوية بداية مش هشوف هيبدأ دموع في العين ويوي شوية مش هشوف واختنق اذا المكان ممتلئ بالدخان الصح ان انا اخلي المكان اعمل إيفاكيوشن واخرج اذا لا يوجد لديك ممر هروب سالك اخرج ممر الهروب بتاعك ممكن الحريق يعترضه فبالتالي انت مش تعرف تخرج في الحالة دي ابتداء اخرج واترك المكان اذا كان في اسطوانات غاز دخلة في الحريق ده مشمولة بالحريق فالموضوع مسألة دقائق والاسطوانات ده هتنفجر فانت تنتظر تعمل ايه في المكان اخرج اسطوانات غاز ها قابل للاشتعال او مواد كيميائيه والحريق داخل عليها انا هقعد اعمل ايه انا اخرج لان المسألة مسألة وقت لحظات وبراميل المواد دي او الاسطوانات دي هتنفجر اذا كانت جهودك لا تفيد عمال بحاول مفيش فايده خلاص اخرج سلامتك اولا سلامتك انت رقم واحد العنصر البشري جهودك لا تفيد في تقليل حجم الحريق. ما عندكش طفايه مناسبه. الحريق اللي موجود حريق مواد بتروليه وانا الطفايات اللي عندي كلها طفايات ميه. تمام؟ ما عنديش طفايه مناسبه للحريق ده اصلا. لا يوجد لديك الطفايه المناسبه. اذا لم تحصل على تدريب مانيش عارف استخدم الطفايه ازاي اصلا، اخرج. لانك انت مش مدرب. اذا ما كنتش مدرب على استخدام الطفايات ديت التدريب النظري والعملي الكافي خلاص بخرج يبقى في الحالات دي لا تحاول اخماد الحريق علشان ما تحطش نفسك في مخاطره انواع الطفايات قدام حضراتكم ننهي كده بالتحديد نوع الطفايه نمر عليهم كده طفايه ثاني اكسيد الكربون يا جماعه للتسكير تصلح مع المجموعات بي وسي بي اللي هي السوائل والغازات البتروليه القابله للاشتعال وسي اللي هي حرائق المعدات الكهربائيه دي طفايه ثاني اكسيد جميل طفايه الويت كيميكال اللي جنبها اللي باللون الاصفر طفايه الويت كيميكال دي تصلح هي اساسا لحرائق زيوت المطبخ لحرائق زيوت المطبخ اللي هي المجموعه كي وفي نفس الوقت ينفع استخدمها للمجموعه اي اللي جنبها طفايه الميه هي فقط للمجموعه اي اللي هي حرائق المواد اللي المحروقات العاديه الصلبه المواد اللي هي الورق والبلاستيك والخشب والكلام ده الميه طفايه الفوم الرغوه للمواد الهيدروكربونيه السوائل والغازات الهيدروكربونيه البتروليه طفايه الرغوه تمام وتصلح كمان للمجموعه ايه فهي ايه وبي ايه وبي طفايه اللي جنبها طفايه البودره اي بي سي اي بي سي اي بي سي طفايه البودره الجافه متعدده الاغراض اتمنى دي واحده واحده الطفايات عندي اهيت طيب انا ممكن ابدا اسال حضراتكم تمام لو الناس حابه تشارك طفايه اللي انا عامل عليها العلامه دي البرواز ده طفايه دي طفايه مكتوب عليها ويت كيميكال باللون الاصفر تصلح لايه لو الناس متابعه سيف وخالد طفايه الويت كيميكال تصلح لايه لاي مجموعه من المجموعات او لايه من المواد ربما يكون في فاصل في في الزمن مع الناس في الاستريم نفسه طب فايت الويت كيميكال يا جماعه اللي انا معلم عليها ديت تصلح للمطابخ بالظبط يا سيف الله ينور عليك تصلح لحرائق زيوت المطبخ لحرائق زيوت المطبخ تمام الزيوت النباتيه زيوت ها تمام زيوت الطهي تمام طيب ال وهي اي كي كي اي اللي بعدها طفايه اللي انا علمت عليها طفايه ثاني اكسيد الكربون طفايه سي او 2 تصلح لاي المجموعات تصلح لاي المجموعات عايز رمز المجموعه بالحروف سي او 2 لاي المجموعات بي سي الله ينور عليك احسنت يا مصطفى بي سي بي سي طيب اللي بعدها يا جماعه طفايه الرغوه الفوم طفايه الرغوه او الفوم تصلح لاي المجموعات اللي باللون الكريمي ده طفايه الرغوه او الفوم السائل الرغوي طفايه الرغوه تصلح لاي المجموعات بالحروف اي مجموعه طفايه الفوم طفايه الفوم هرجع لك يا مصطفى حاضر مصطفى مهران هرجع لك حاضر طفايه الفوم اي بي يا جماعه اي بي اي بي تصلح لايه والبي تمام طفاية البودرة طفاية الباودر المسحوق الجاف طفاية البودرة تصلح لايه؟ اظن الثلاث حروف معروفين طفاية البودرة على ما الرسالة توصل لحضراتكم طفاية البودرة ها طفاية البودرة احمد عبد الله طفاية البودرة اي بي سي اي بي سي احسنت يا سيف اي بي سي البودره البودره الجافه متعدده الاغراض اي بي سي الاخيره بقى اللي في النص ها طفية الميه ها. مجموعه واحده فقط طفاية الميه طفاية الميه مجموعه ايه فقط ايه فقط تمام يا جماعه ديت الطفيات اللي عندي مصطفى مهران بيسال طفاية المجموعة دي المجموعة دي بنستخدم لها أي طفاية حاضر يا مصطفى لها طفاية مخصوصة وهي طفاية مادة أخرى نوع آخر من الباودر المجموعة دي اللي هي الفلزات والمعادن المشتعلة يا جماعة زي الصوديوم والمغنيسيوم لها طفاية بودرة مخصوصة خاصة بها والكلر بتاعها بيبقى اللون الأزرق الغامق نيفي بلو تمام وبتتميز ان نهايه الخرطوم فيها حاجه زي الكوبايه كده. ما بيبقاش ضغطها عالي، انا بس بفضل الماده دي على المعدن او الفلز المشتعل. ممكن ان شاء الله انشر لحضراتكم حاجه عنها وعن شكل الطفايه للايضاح. تمام؟ لها طفايه بودره خاصه بالفئه دي فقط. لها طفايه بودره مخصوصه خاصه بالمجموعه دي اللي هي الفلزات والمعادن القابله للاشتعال تمام. أتمنى الموضوع يكون قدرت أقدم شيء على الأقل للزملاء المبتدئين في المجال كمقدمة زي ما عنونت في البداية مقدمة في أساسيات الحريق وإلا فالموضوع يطول جدا جدا ويحتاج إلى عشرات بل إلى مئات المحاضرات لو حبينا نقف على موضوع الفاير سيفتي والفاير بروتكشن والفاير فايتنج بالتفاصيل تمام شاكر جدا لحضراتكم واتمنى آه اكون آه قدرت افيدكم بشيء ولو في اي اسئله ان شاء الله ممكن تبقى في التعليقات في حدود مستوى المعلومات آه المقدمه آه حتى الان يا جماعه شاكر جدا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته